بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيواتنا نتقدم لكم اليوم شوسون أو فطائر مقليين بعجينة سريعة وبحشوة بسيطة جدا وفي المتناول. بالنسبة لهاد لي شوسون أو الفطائر، العجينة اللي علاش هما سرع، يعني كيتحضروا بسرعة، لأن العجينة سريعة لا تحتاج الاختمار ولا الوقت باش ترتاح. أنا فقط خليتها تحت 15 دقيقة لاني كنصور وخصني نرتب مكان التصوير، لكن انتم ما تقدروا تبداو بها العمل مباشره بعد العجن. كذلك العجينه سهله في التشكيل، ما كتحتاجش ماء باش نلصقوا لي شوسون، يعني العجينه لينه وطريه وكتلصق وحدها. التنبيه الهام والمهم والاهم اللي ناكد لكم عليه هو طريقه القلي. الزيت ما تكونش ساخنه حاره، يعني بمجرد ما توصل الحرارة متوسطة نبقاو نحطوا الفطائر في المقلاة وياخذوا وقتهم، لان لو الحرارة حرارة الزيت كانت مرتفعة غادي ياخذوا لون التحمير بسرعة دون ما يطيبوا من الداخل، يعني غادي يبقاو شوية خضرين. لكن منين تجيو تعملوا ثاني الدفعة الثانية من اللي شوصهم في القلي، حاولوا اما توقفوا النار قبل ما تحطوهم باش الزيت تبرد شوية عاد باش تبقى تسخن ثاني بالتدريج، او لا خفضوا الحرارة الى ادنى حد. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير. غادي نبدا على بركة الله وبسم الله باستعراض المقادير وفي نفس الوقت العمل. كما سبق وقلت في التقديم، الوصفة بسيطة والعجينة بسيطة جدا. في البداية غادي ناخدو هنايا عندنا بيضة، وغادي نفرغوا هاد العلبة ديال الياغورت او الزبادي. وزنها 110 غرام، ولو عبرتوها بالكوب المعياري غادي تعطيكم نصف كوب. غادي نضيف الملح رشة خفيفة من السكر، يعني تقريبا ربع ملعقة صغيرة. غادي نبدا نخلط هاد العناصر مزيان. نضيف نصف كأس شاي مغربي، غادي نضيفو نصف او ما يعادل تقريبا واحد 50 او 60 غرام من دقيق القمح، هذا الصفر المسمد ناعم جدا، او يمكن لكم تعوضوه بدقيق القمح الكامل يعني اللي بالنخالة ديالو. نصف كأس غادي نضيفوه، ونضيفو ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر أو الخميرة الكيماوية، ملعقة صغيرة ممسوحة. نخلط وغادي نضيف أيضا كأس من الدقيق الأبيض. بالنسبة لهذا الدقيق، يعني دقيق القمح أو دقيق القمح الكامل هو اللي كان نوزن اللي كان عمل يعني نصف كأس، أما الدقيق الأبيض كنبقى نضيفه حتى كتجمع لي العجينة. هنا أنا ضفت الكأس الأول وغادي نكمل الخلط. هنايا خلطت داك الكاس، هنا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى نشوف شحال غادي يجمع ليا هاد العجينه هادي. هنايا كما كتلاحظوا الكاس الثاني ما ضفتوش كله، ها هو بقى فيه واحد الشويه، هذا غادي نبقى نرشو باش نعجن. هنا العجينة ها هي تعجنات، كنحصلوا على عجينة لينة وفي نفس الوقت يعني مطاطية، لينة ومطاطية يعني ما فيهاش الماء، يعني معجونة غير بالبيض والياغورت او دانون مصوص، فكتبقى دائما مطاطية ولكن سهلة في الاستعمال. غادي نحطها هنايا ونغطيها
واحد تقريبا ربع ساعة، أو يمكن لكم العمل بها مباشرة، لكن أنا غادي نغطيها ربع ساعة لما نرتب مكان العمل. بالنسبة للحشوة، أنا كنقترح عليكم واحد الحشوة بسيطة وفي المتناول وسريعة كذلك في التحضير. عندي هنايا يمكن لكم تحشيوهم بالشيء المتوفر معكم. أنا شخصيا عندي بقايا كفتة مشوية كنفتتها ونحشيهم بها، عندي بقايا سلطة بطاطس فيها بيض فيها ذرة فيها أي حاجة كنحشي بها، بقايا دجاج مطبوخ كذلك كتنفع. المهم الحشوة اللي عندي أنا هنا اليوم ها هي فيها 3 حبات بطاطس مسلوقة في هذا الحجم، البطاطس الصغيرة 3 مسلوقين بقشرتهم وقشرتهم وهرستهم فقط، يعني هرس ماشي عجنتهم، غير يبقاو القطع شوية بارزين. عندي هنايا 5 قطع من الجبن مثلثات، او يمكن لكم تزيدوا الكميه تعملوا اكثر. عندي هنايا 3 ملاعق كبيره من الكزبره والبقدونس مفرومين بشكل خشن. عندي هنا ملعقه كبيره من المايونيز، يمكن تعويضها بملعقه كبيره من الزبده، يمكن تعويضها بملعقه كبيره من جبنه الدهن. عندي الفلفل الاسود قليل من الملح على اعتبار ان هذا الجبن هذا مالح، وقليل من رقائق الفلفل الحار، وهنايا قليل من بودره الثوم. هنايا الحشوه ها هي خلطتها وغادي نحطها على جنب، وهنا غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق وغادي نبدا نمدد في هذه الكره ديال العجين. هنايا العجينه ها هي مددناها على سمك تقريبا 3 مليمتر، غادي نمسحو قطعه حسب الذوق الحجم اللي بغيتو، نمسحوها بقليل من الدقيق وغادي نبداو نقطعو دوائر. هنا كنجمع هاد الكسور ديال العجين قبل ما نبدا نحشي في هادو باش تاخد وقتها باش تلين. بعد ما حطينا الحشو في كل الاقراص، دابا غادي نبداو نسدوه. ناخدو صينيه مرشوشه بالدقيق ونبقاو نحطو فيها القطع. ما كتحتاجش تعملوا لها الماء من هنايا باش تسد، كتسد دغيا بدون حاجه للماء. هنايا حطينا الزيت سخنات، يعني ماشي تسخن ثاني على حرارة عالية باش ماشي غير نلوحوهم ويتحمروا. غنبداو نحطو القطع. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم في المجمد او الفرزنه نتاعهم، كتاخذوا الكميه اللي غادي تحتفظوا بها وكترشوا صينيه بالدقيق وكترصوهم هكذا وكتدخلوهم للمجمد حتى كيتجمدوا تماما، ومن بعد كتجمعوهم في اكياس وتدخلوهم وتطلعوهم حتى الوقت اللي تبغيو اللي تحتاجوهم كتطلعوهم قبل بوقت، وكتخليوهم حتى كيترخفوا واحد شويه عاد كتلوحوهم في الزيت. هنايا بعد ما تجمدوا هاد القطع ديال هاد لي شوسون او الفطائر، غادي نجمعهم في كيس ديال التجميد وندخلهم للمجمد، وقبل ما نقليهم طبعا في وقت ما احتاجيتهم غادي نخرجهم قبل بوقت ونخليهم يطلقوا غير واحد شويه